هل يكفي للصيام نية واحدة لكل شهر أم لكل يوم نية؟ لا بد لكل يوم من نية متجددة قبل الفجر، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولحديث: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. نعم.